السيونس اللي باش نديرها تلقوني نعود نخمم معناها وين باش نروح من جامع لجامع، ونوقف حتى ساعات ما بين ايدين المحسنين نتحشم. مرض نادر وخبيث ينغص حياة فايز الجموعي بعدما عجز الأطباء عن إيجاد علاج شاف للنمو العشوائي للشرايين في رجله اليسرى نتيجة خطأ طبي، لتتأكد بعد ذلك استحالة علاجه في مستشفيات العاصمة وبالقطاعين العام والخاص. أعاني من ورم سرطاني نادر متلازمة كليبال تريوني، تم اكتشاف هذا المرض من ضمن أطباء في وادي سوف. الورم هذا قال لي عندك نوع من الأورام النادرة وتتغذى على الأوعية الدموية، والعلاج لو ما كانش في الواد حوست جولة علاجية، بحث مستمر عدة مستشفيات في القطاعين العام والخاص. وقع الألم الشديد جعل منه عاجزا عن ممارسة أي نشاط، وهو من يعيل عائلة تتكون من 4 أبناء كلهم متمدرسون، يناشد اليوم ذوي القلوب الرحيمة من الجزائريين إعالته على العلاج بالخارج. نوجه ندائي للمحسنين والسلطات المعنية والمجتمع المدني ووزارة الصحة إنهم يتكفلوا بي ويديروا لي حل لمشاكلي الصحية، لأن المبلغ كبير في كان في فرنسا وفي ألمانيا حوالي زوج ملاير. 7 سنوات من الألم ورحلة البحث عن العلاج متواصلة، أملا في أن يتمكن من الشفاء قبل الوصول إلى مرحلة بتر قدمه.